اليوم راح احكي لكم عن اروع فكره في مجال التعلم الالي على مستوى العالم، وهي الفكره راح تخلق ابداع من نوع جديد، وراح توفر على الشركات كثير، وراح تخلق اسلوب تنافسي بطريقه جديده بين الشركات. انا عبد القديم ابو غزالي، بقدم على القناه كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات. بالبدايه خلينا نعرف شو يعني تعلم الالي. تعلم الآلي بيعني تعلم الآلي من نفسها بناء على معلومات وتجارب سابقة لاتخاذ قرارات صائبة بالمستقبل. أعطيك كمثال، أكيد راسلت شركة من خلال الواتساب لتستفسر عن موضوع معين، ولقيت رد جايك خلال ثواني، تفضل كيف ممكن نساعدك؟ وحكيت لهم مثلا الانترنت عندي بطيء، حكوا لك هل جميع الأضوية على المودم شغالة وبسرعة؟ حكيت لهم نعم مثلا، بحكي لك طيب اعمل ريستارت للراوتر وجرب الآن، هل الانترنت شغال بطيء مازال؟ وبيظلوا معك لحد ما ينهي مشكلتك او لحد ما يوصل معك لحل مبدئي. طبعا هذا اسمه الشات بوت، وصارت شركات كثير تدعم هذا الحكي مثل جوجل ومايكروسوفت وامازون. وطبعا هذا احد اشكال تعلم الآلي. بال2014 سح العالم على اروع فكره في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل شخص يدعى ايان كودفيلو، وهي جينيريتيف ادفيرسيليال نتورك او شبكه الخصومه التوليديه بالعربي معناها. نختصرها بجان، عام 2016 اعتبرت هذه الفكرة على أنها أذكى فكرة في مجال التعلم الآلي على مستوى العالم. بس شو هي شبكة الخصومة التوليدية؟ جان تعريفها، المصطلح يعني تعريفها بالضبط، هي عبارة عن شبكتان عصبيتان تتنافسان مع بعضهما البعض لإنتاج شيء جديد غير موجود، وتم وصفه على أنها لعبة الهدف منها التدريب على إنشاء بيانات مفبركة مشابهة للبيانات الحقيقية، يصعب على أي أحد سواء كان بشري أو آلي التفريق بينهما. خلينا أبسط لك الموضوع. لو أجيت مثلا أعطيتك أسماء على نمط أحمد محمد محمد، وحكيت لك كون لي أسماء على هذا النمط وتكون أسماء صحيحة، يعني ما رح تحكي لي اسم غريب خارج عن نطاق المنطق، زي مثلا حادي، حادي اسم مش موجود، رح تحكي لي حماد حامد مثلا حماد. وهاي هي فكرة جان. تيجي تحكي لي طب شو هالحكي هذا، أذكى فكرة بالعالم، بعدين تحكي لي أسماء مثل أحمد وحمد وحماد. بحكي لك لا يا حبيبي، الموضوع أكبر من هيك بكثير، أكبر من مجرد اسم بكثير. تخيل بدل ما أعطيك أسماء زي أحمد ومحمد وحمد، أعطيك صور لأحمد ومحمد وحميد، وأحكي لك ارسم لي صورة لشخص جديد بيشبه الصور اللي أعطتك إياهم، يعني صورة مزيفة لشخص مش موجود بيشبه الصور اللي أعطتك إياها من صور أحمد وحمد وحمد. والشرط إنك تطلع لي صورة لشخص جديد ماخذ كل صفات الصور اللي أعطتك إياهم، يعني بيشبه ماخذ صفات الكل ومكون شخصية جديدة. إذا شايف الموضوع عادي، على فكرة الموضوع كبير كثير. أول إشي شوف هاي الصورة، شو رأيك بالصورة؟ بحب أحكي لك هذا الشخص مش موجود، يعني فيش حدا صور هذا الشخص ونشر صورته على الانترنت بعديها أنا أخذتها ووريتك إياها، يعني فيش حدا راح يشتكي علي ويحكي لي هاي الصورة أنت نشرتها وهي حقوق إلي، هذا الشخص مش موجود. وشوف هاي الصورة كمان، خليني أعطيك مثال لتفهم كم هو الموضوع كبير ومش هين. لو عندك شركة سيارات وبدك تصميم جديد لسيارة تنافس فيها السوق وتكون معاصرة للزمن اللي انت فيه، بكل بساطة راح تروح تجيب صور لأحلى سيارات من مرسيدس وبي أم ولمبرجيني وتعطيها لشبكة جان. راح تعمل لك شبكة جان صورة لسيارة جديدة مش موجودة وما بتشبه ولا واحدة فيهم، وبنفس الوقت ماخذة كل صفاتهم، يعني صممت سيارة وفكرة سيارة جديدة ومش موجودة بكل العالم، وهيك صار عندك تكنولوجيا بتبتكر سيارات بطريقة احترافية وفش إلها مثيل وبدون أي حقوق. علشان تفهم أكثر عن الموضوع روح على جوجل واكتب This person does not exist وفوت على الرابط الأول، راح تظهر صورة لشخص، هذا الشخص اللي أنا بحكي لك عنه إنه مش موجود. لو عملت كمان ريفرش على الموقع نفسه على الويب سايت راح يصير عندك شخص جديد وهذا الشخص مش موجود. طبعا هذا الموقع هو عبارة عن سيميوليشن لهذه الفكرة لشبكة جان. بالنهاية بحكي لك هاي الفكرة فعلا فكرة خارقة، والسبب اللي خلاها أفضل فكرة الدقة الغير طبيعية. لو شفت الأشخاص راح تشوف بالخلفية تفاصيل، هاي التفاصيل مرعبة، وراح تشوف تفاصيل الوجه والشعر والتجاعيد، الموضوع مرعب جدا. بالنهاية تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات. بحب أشكر الدكتور محمد عماد لطرح هاي الفكرة المميزة جدا.